بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فها نحن في قرية صغيرة تقع بين كينيا وإثيوبيا، اسمها سيغرسويدا، ومعروف بما جر كينيا. فهذه قرية فيها الخلوات، ما يسمى الكتاتيب أو بالدوكسي. فهذا بعد ذلك أيضا يوجد فيه المسجد الكبير، مسجد جامع ما شاء الله تبارك الرحمن، وكذلك فيه التحفيظ كما تشاهدون. هؤلاء الطلبة كلهم من المتخرجين بفضل الله وحمده، بفضل الله وبمنه في هذا من هذه المدرسة المباركة. المدرسة اسمها مدرسة الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم في سيغرسويدا. في سيغرسويدا تقع في غرب مانديرا، شرق كينيا. مانديرا تقع في شرق كينيا، وهي تقع غرب مانديرا في منطقة تسمى منطقة تاكابا، منطقة تاكابا. إن شاء الله تعالى إخوة الأعزاء، بإذن الله تعالى نطلب منكم، عندنا فقط فصل واحد، وكما تشاهدون الطلبة عددهم هائل جدا، ونريد إن شاء الله تعالى أن نزيد أكثر فأكثر. كان يدرس في هذا البيت الصغير 70 طلبة، 70 طلبة، 70 ونايف وزايد، معنا 70 وزيادة، كانوا يزدحمون في هذا الفصل الصغير. فبإذن الله تعالى نريد أن نضيف فصلا آخر، إن شاء الله تعالى في هذا المكان نريد إن شاء الله تعالى أن نبني الفصل الثاني هنا في هذا الميدان بإذن الله تعالى، أو من تلك الجانب بإذن الله تعالى لا بأس به. نريد فصلين، نريد فصلين، بارك الله فيكم، نريد فصلين اثنين، إن كان هناك فخيرا، وإن كان هنا أو واحد من هنا وواحد من تلك الجانب فخيرا على خير بإذن الله تعالى. نرجو مساعدتكم ونرجو منكم بإذن الله تعالى. نحن في كينيا ما في دولة يعني تعطينا شيء، ما في دولة يعني ما في دولة تداعمنا. الدولة هي نحن، نحن نفسنا هي الدولة. نحن نساعد يعني نجري ونلهث في كل زاوية يعني أن نجد فيها أي شيء نقوم به في جنب الله عز وجل. بإذن الله تعالى إخوة الأعزاء، فهذا تساعدكم في يوم لا ينفع فيه المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من كان عنده شيء من المال فليساعد إلى هؤلاء الضعفاء، إلى هؤلاء المساكين الذين لا يستطيعون أنفسهم ولا يستطيعون أن يبنوا لأنفسهم فصلا واحدا. فهذا المسجد، فهذا الفصل بحمد الله وفضله بني على يدي عز وجل، بنى الله عز وجل على يدي إخوة الأعزاء. إن شاء الله تعالى أقول لكم ذلك، وشكر الله سعيكم وأشكركم على حسن سماعكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى في هؤلاء الطلبة المتخرجين من هذا الفصل، المتخرجين الحفظة، حفظة كتاب الله عز وجل، نسأل الله يبارك فيهم. ونشوف الآن أصغر واحد من الطلبة، أصغر واحد من الطلبة في العمر، نشوفه كيف يقرأ القرآن وكيف حفظ القرآن. إن شاء الله تعالى نرحب محمد آدم عليو، فليتفضل مشكورا مأجورا، ويقوم هنا إلى جنبي هنا يقرأ لنا القرآن، بارك الله فيه.
الله يسلمك. بارك الله فيك، ما شاء الله ما شاء الله، قراءة رائعة جدا، ممتاز عليك، برافو عليك، ما شاء الله عليك. مع أنه صغير، مع أنه صغير ما شاء الله، صوته جهوري رائع جدا قراءته، نسأل الله يبارك فيه وفي عمره، وهو ممن كمل حفظ كتاب الله عز وجل، نسأل الله يبارك فيه. عمره الآن قرابة 8 أو 9 كذا، نسأل الله يبارك فيه. إن شاء الله تعالى نرحب الطالب الثاني ياسر، شيخ ياسر، هذا مهاجر من قدير، من قرية صغيرة، من قرية صغيرة تسمى قدير جنبنا هناك، ما شاء الله، تفضل. السابقون الأولون. السابقون الأولون، هو من السابقين الأولين حقيقة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بارك عليك. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجدا فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ما شاء الله، قراءة رائعة جدا وحلوة، حلو 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 حلو، ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب نشوف البنات، كل محافظة هؤلاء ما شاء الله عليه، ما شاء الله. نشوف، اي نعم، هؤلاء صغار وعمرهم اقل من 11 12 كذا، بارك الله فيه. نشوف أي واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
المخلصين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. بارك الله فيك.